سعدية ديب ابنة نوال الزغبي تفاجئ الجميع في أحدث ظهور لها، ظهرت بإطلالة جريئة والجمهور يتفاعل. فاجأت الشابة ياديب ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها على حسابها عبر انستغرام بإطلالتها التي اعتبرها البعض جريئة في أحدث ظهور لها خلال تواجدها في مدينة كابري الإيطالية. وأطالت تيا بفستان مكشوف باللون الأحمر وحملت حقيبة باللون الفضي وانتعلت حذاء بنفس اللون. وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة حيث أشادوا بجمال تيا وأثنوا على أناقتها الدائمة، كما لفت البعض إلى الشبه الكبير بينها وبين والدتها الفنانة نوال الزغبي. وفي وقت سابق كانت نشرت تيا ديب ابنة نوال الزغبي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام صورة لها فاجأت من خلالها المتابعين، حيث ظهرت في الصورة وهي تلتقط سيلفي وترتدي بنطالا واسعا مع كروب توب سوداء أظهرت نحافتها المفرطة، حيث بدت وكأنها خسرت الكثير من الوزن بالإضافة إلى التاتو الملفت على يدها. وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة معبرين عن حبهم الكبير لتيا ولوالدتها الفنانة نوال الزغبي ومشيرين إلى الشبه الكبير بينهما. من جهة أخرى وفي وقت سابق شاركت تيا ديب صورة على حسابها عبر تويتر ظهرت فيها برفقة حبيبها الشاب أنتوني موتر، أرفقتها بتعليق باللغة الإنجليزية قالت فيه رجلي، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أثنوا على جمال الثنائي وعبروا عن حبهم الكبير لتيا وحبيبها. هذا وكانت تيا ديب تصدرت في وقت سابق حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو من إجازتها التي قضتها حينها ظهرت فيها وهي تتجول في شوارع مدينة كان الفرنسية. وحازت إطلالة تيا في الفيديو على اهتمام المتابعين، حيث ظهرت بفستان أزرق من دون أكمام ومفتوح عند منطقة البطن وبفتحة عند الجانب، وكان لافتا تعليق حبيب تيا الذي كتب لها تبدين مريضة لترد عليه بالقول أحبك. وفي سياق مختلف كان والد تيا ديب المنتج اللبناني إلي ديب تحدث عن علاقته بابنته مشيرا إلى أنها تتقاسم إقامتها بينه وبين والدتها الفنانة نوال الزغبي، كما أكد أنه على تواصل دائم بها وهو سعيد باختيارها العمل في مجال الموضة وتصميم الأزياء.